ننتقل إلى ملف آخر من صحيفة الوطن التي تناولت معوقات استخدام العمالة من الخليج بعد الدعوة التي أطلقها مجلس الشورى والتي تقضي بضرورة التنسيق بين وزارة العمل والجهات المختصة للسماح للمواطنين باستخدام العمالة المنزلية من دول الخليج للحد من الأزمة. التقت الوطن بالمتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام الذي استبعد تنفيذ وزارة العمل توصية مجلس الشورى بحل أزمة الاستقدام من خلال مكاتب دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن التوصيات ستضع وزارة العمل في موقف محرج. أنتقل لك أستاذ عمر، ما هو تعليقك على هذه المادة الصحفية وكيف تعاملت معه صحيفة الوطن؟ أعتقد المادة جميلة جدا، وهي حديث المنازل والشارع العام اليوم. أعتقد بعد ظهور يمكن التقرير اللي كان قبل أسابيع عن العمالة الأندونيسية وغلاء ارتفاع أسعارها، ذهبت الناس في مجالسها الداخلية إلى حديث أنه ممكن نستخدم من دول أخرى وحلول أخرى للبحث عن أسعار أقل بكثير للعمالة المنزلية. أعتقد التقاطة جميلة جدا من الزميل يمكن اسمه عبد السلام اللي هو قام بالتقرير، ومن صحيفة الوطن، وعالجته بشكل جيد وأضافت له الانفوجرافيك اللي بين سهل وجود أو إيضاح المصاعب اللي ممكن تظهر في الاستخدام الخارجي إذا أحد حب يستخدم من دول الخليج القريبة. مثل ما قلت في البداية أنه المادة ذكية جدا ومتابعة للحدث، يمكن أحد الأحداث الأبرز اللي تدور في المنازل هذه الأيام.